السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة تقنية جديدة من سعد التقنية. موضوع هذا اليوم سنتعرف على خاصية جديدة تم إضافتها مؤخرا لتطبيق الواتساب، بحيث تمكنك هذه الخاصية من إرسال أي صورة أو أي فيديو لأي شخص كيفما كان، وتقوم بتفعيل خيار مشاهدتها لمرة واحدة، ويتم حذفها فور فتح الصورة أو الفيديو. تفاصيل أخرى بخصوص هذا الموضوع ستجدونها إن شاء الله بعد الفاصل. إذن أصدقائي الكرام، كما تشاهدون لدي الهاتف المرسل والمرسل إليه. سأقوم باختيار صورة أو سأقوم بالتقاط صورة مباشرة معكم كما هو ظاهر لكم في هذا الفيديو. ثم بعد ذلك ستلاحظون معي أصدقائي الكرام أنه يوجد زر أو أيقونة صغيرة يوجد بها رقم واحد، وهي عبارة عن مؤقت. عند تفعيلها مباشرة سيتم مشاهدة الصورة لمرة واحدة وسيتم حذفها. عند توقيفها سيتم إرسال الصورة وستبقى في هاتف الجهاز الثاني. سأقوم بإرسال الصورة كما هو ظاهر لكم، وسوف نتوجه للهاتف الثاني ونقوم بفتحها بهذه الطريقة. وها هي الصورة، أشاهدها بكل حرية وأمانة. مباشرة بعدما سأقوم بالخروج من الصورة سوف يتم توقيف الخاصية ولن أستطيع الوصول لها من جديد. كذلك سيتم إعلامي في الهاتف الأول أن الصورة تم فتحها بالفعل وتم حذفها فور مشاهدتها. ولكن أخي أختي الكريمين، لا تتوقعوا أن هذه الخاصية ستحميكم 100%، فإذا كنتم تعتقدون ذلك فيجب عليكم أن تغيروا هذه النظرة، خصوصا عندما سيقوم الشخص الثاني بعمل سكرين شوت أو سوف يقوم مباشرة بتصوير الشاشة، وبالتالي فصورتكم ستبقى معه في الهاتف، وخصوصا إذا كانت المسألة متعلقة بالخصوصية سيكون الأمر خطير بالنسبة لك. أرجو من الله أن أكون قد وفقت في هذه الحلقة وفي هذا الفيديو. لا تنسوا تشريفنا بزر لايك سبسكرايب إذا كانت هذه أول زيارة لك، ولا تنسى كذلك تفعيل زر الجرس وزيارة خفيفة لمدونتنا، وأيضا متابعتنا على مواقعنا التواصلية تيك توك، انستغرام، فيسبوك. إلى اللقاء.